في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قام جلالته هذا اليوم بزيارة إلى مشيخة الأزهر الشريف. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في استقبال جلالته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومستشار شيخ الأزهر القاضي محمد عبد السلام وأمين مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد أبو زيد الأمير وعدد من المسؤولين. وقد التقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. يدرسوا في الأزهر الشريف علوم الدين والدنيا
ويتخرجون فيه سفراء سلام ورسل هدايا وعلماء عدولا يمتون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإن هذه الأريحية الملكية التي شملتم بها الأزهر وعلماءه اليوم ليست بغريبة على البحرين الشقيقة ولا على مليكها الذي جمع إلى فضيلتي العدل والحكمة بعد النظر وسعة الصدر والبصر بالملمات في إقبالها وإدبارها والتعامل معها بحنكة السياسي القدير والقائد الحازم والأب الرحيم. وهي ليست أيضا غريبة على شعب البحرين الذي كانت أرضه وستظل إن شاء الله مجمعا للثقافات والأفكار والمذاهب وبوتقة تنصهر فيها كل هذه التنوعات وتترك بصماتها على الشخصية البحرينية لتنفرد بالعقلانية واستيعاب التحديات واستثمارها دائما لصالح الوطن وقضاياه الكبرى. والأزهر الشريف يقدر البحرين الشقيقة تقديرا خاصا لما لها من منزلة خاصة في التراث الإسلامي وخصوصية في الثبات على الإسلام ودعمه ومساندته منذ أيامه الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتبين للباحث في كتب السيرة والسنة. إن الأزهر إن يقدر كل ذلك فإنه اليوم يقف داعما لوحدة شعب البحرين واستقلال إرادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. والأزهر إذ يعلن ذلك فإنه لا يتحدث بلغة السياسة ولا يسلك في دروبها، فهو بحكم مسؤوليته الدينية والتاريخية بعيد كل البعد عن هذا المجال الذي يدعه لأهله وفرسانه وقادته. ولكن الأزهر مسؤول في المقام الأول عن التصدي للأصوات المنكرة التي تعبث بأمن البلاد والعباد وتلبس في الوقت نفسه ثوب الإسلام زورا وبهتانا وتخدع الجماهير الطيبة بفتاوى بعض العمائم التي تدعو إلى تقسيم الولاء للأوطان وتوزيعه وترسيخ الانتماء إلى قوى خارجية تتربص بالأمة وتزرع الفتنة والشقاق والتشرذم بين أبنائها. فالولاء للوطن من مقاصد الشريعة الإسلامية وأصل من أصولها، وكفى أن شريعتنا تعلمنا أن من مات دون أرضه أو دون عرضه أو دون ماله فهو شهيد، بل من مات غريبا عن أرضه ووطنه فهو شهيد كذلك. وفي ذلك ما فيه من الدلالة القاطعة على حرمة الأوطان وقدسيتها وأن الاستشهاد في سبيلها استشهاد في سبيل الله. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، سعد بكم الأزهر الشريف وسعدت مصر وشعبها بهذه الزيارة الكريمة المفعمة بالمحبة والأخوة والتي جاءت لتؤكد على رسوخ العلاقات بين شعبي البلدين العريقين الشقيقين مصر والبحرين. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفضيلة إمامنا الدكتور محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أيها الأخوة العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسرني أن أشكر فضيلتكم
على كلمتكم القيمة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين. وهذا الموقف الأصيل ليس غريبا على الأزهر الشريف وعلماء المحترمين الذين عرفوا بالوسطية والاعتدال والحكمة والانتصار للحق. أيها الأخوة الكرام، بفخر الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية، سعدنا بزيارة أرض الكناء مصر الأزهر، حرسها الله قيادة وشعب، مثمنين لأهل مصر مواقفهم المشرفة عبر التاريخ الذي يمثل الأزهر الشريف بعلماء الأجلاء صفحة من صفحات المحفورة بالعز والفخر عبر تاريخ مصر الحضارية العريقة. وإذ تجمعنا بجمهورية مصر العربية الشقيقة بشعبها وبقيادتها الحكيمة وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواصل الأخوة المتجذرة عبر تاريخ أمتنا المجيد، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يدين ويتم ما بيننا من علاقات وروابط أخوية صادقة وتعاون بناء في كل المجالات، مستذكرين بهذا المقام ما تفضلتم به فضيلتكم من كلمات في زيارتكم لمملكة البحرين والتي أسعدتنا، حين قلتم إن للوطن البحريني في عقولنا وقلوبنا مكانة خاصة، فهو الوطن العريق الذي تلاقت فيه الحضارات والثقافات الإنسانية واستطاع أن يستوعبها ويصوغ منها في ضوء ثقافته الإسلامية القراء مزاجا متحضرا رائدا في المنطقة، متميزا بالاعتدال والتوازن ومتسما بالتفتح والتسامح وسعة الأفق والتعاون على العيش المشترك. وأن نظرتكم هذا هي ما نراه نحن أيضا تجاه مصر. صاحب الفضيلة الإمام الأكبر، إن للأزهر الشريف وعلماء الأجلاء دورا رائدا في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، وأن المكان المرموق للأزهر ومشايخه في قلوب المسلمين من مشارق الأرض ومقاربها تلقى بالمزيد من المسؤوليات التي نثق بأن الأزهر برجاله وكرماء قادر على القيام بها خير قيام، وأن الرصيد العلمي والفكري والثقافي الذي يمتلكه الأزهر الشريف يجعل منه المؤسسة الإسلامية التي تستحق ريادة الساحة الإسلامية بفكر وسطي محتدل يترجم النهج الحضاري الذي قام عليه الأزهر منذ أكثر من 1000 عام. وإذ نقدر لفضيلتكم جهودكم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، مثمنين الدور الكبير الذي تضطرعون به ورجال الأزهر الشريف في حراسة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين، فإننا نعتز بهذه الريادة الأزهر الشريف الذي يكن له شعب البحرين بتنوع وتعدد أطيافه كل تقدير واحترام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها الأمن والرخاء وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وأمتنا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمور. والسلام عليكم. بعد ذلك قدم شيخ الأزهر الشريف هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى، وودع فضيلته جلالة الملك المفدى وشكره على هذه الزيارة الكريمة.